لميس شيكي على المودلز بليز. اكيد. باي. اخ عماد طمني، شو وضع على البي اي الجديده؟ لحظه ولو لحظه، مش شغل هيدا. وين هيدا اللي المفروض انه كوافير يجي يظبط لها شعراتها؟ كثير منوبرين، مش مقبول هيك. عم نشتغل نحن، عم نعمل فوتوشوت، مش عم نعمل كابينيه. يا خلص ولو استاذ ايزاك اترك علي. في انيت سبراي بليز جيبيها من هونيك. ايه من قدام شوي على الغرة، مع انه ما في غرة هسر الشيلة. ليكم من ورا منوبرين كرمال الباك لايت تعتير. لا عن جد مجدوبة. انتو شو كنت مستنظرة يعني؟ مازن؟ شو قولك؟ اختك عم تشتغل عن جد ولا عم تجيب لنا مال حرام؟ ليه شو مفتكرة يعني ميا وانجلينا جولي؟ تكون عم تشتغل هيك قصص؟ ما اسألك، عم تتمسخر علي؟ كلها يا امي ما عم بتمسخر. حرام تفكر انه ميا مثل البنات الفلتانين. اصلا بيناتنا اختي شوي هبلت هالقصص. مش ما بتتذكر هذه اللي انغرمت فيه وكان عمرها 9 سنين ورحت لهابيليا ربطته بالشجرة لأنه خبي لها البوبي؟ اختي لو بتفكر شوي كانت تزوجت من زمان. اسمها لهيا. سمعت على تلهام، ما في غير ابنك مازن رح يحمل اسم العائلة. لك انت مش كنت مريض على أساس؟ نام خلصني. راح صوته الزلمه هو يقول ما تطلعوا على العلبه. ان شاء الله تكون رده خفيفه. ما تعطي عليهم قاعده. المهم تكون مكسوره. لا مش مكسوره، ومكسوره ما فيك تحركيها. ما في حركه اصلا. خلص روقي ما تتوتري. هلا بظبط لك اياها انا. اي. استاذ عماد عن جد غصبا عني، ما كان قصدي. هي خلص بقى، شو بك عم بريري هلا؟ ليكو بشرفكم كيف عم بغنجها. كل الحق عليك من ورا شغلك البازاري قد ما بتسترخيص. لا ما فيك تحركيها هيك، بدك تثبتيها. بدي اعرف اذا فكش او كسر. خلص ما تعتلهم، اكيد ورم صغير ما في كسر. هلا بدهم يجيبوا ثلج، المهم انه ما في جرح وما في دم. هلو. سوري مدام نورما، مش قادرة أوقف لك. سالا. بتعرفوا بعض؟ ولو شو الحكي يا عماد، ما أنا دايما صور مثل لي الجرايد والمجلات. اللي بترك إيفنت ما بروح عليه. عيب عليك، عم بتقلل من قيمتي. صح ما حق. ولو مدام نورما مين ما بيعرفها. شريك، فينا نحكي شوي؟ هي أكيد بالإذن. سلامتك. ثانك يو. إنه لو بيبيعوا الزكا كان انقطع من السوق وما انتفعتي. مدام نورما عن جد تلبكت لما شفتك. ها؟ تلبكت لما شفتيني؟ بس برافو، عن جد هيدا كان تمثيل كتير قوي. ما كنت عم مثل، تفركشت ووقعت، نزلت فيي الخشبة. ايه anyway، صحيح انه يعني انت عنياتك، بس كان عماد راكع اجريك. ما كان قصدي. مش مشكلة، هلأ بدنا نشد حالنا وما بدنا نبكي، لأنه عماد بيحب البنات اللي عندهم positive vibes. اسموجو. مش مشكلة. smile. برافو. أهم شي ما تخلي هيدي العنزة تقرب من عماد، حتى لو بدك تضطري إنه بيسكلي تفركشيها ما في مشكلة، بس انتبهي ما بدنا نأذي حدا. أكيد مدام نورما، بس أصلا بحسها ما بتحبني. إيه مش مشكلة، ما تطيقك أريح. بس آيزك. بشرفك شوف كيف عم بيطلعوا فيي، أكيد عم بيحكوا علي قد ما مقهورين. لك فيي واقفة عم تتسمسم، عم بتتسمسم رح تموت. هي عم بتطلعي وهيدي الهبلة
فكرة تسرق عماد مني؟ مش تيكون لك بالأول؟ ليك لو بتسكت ما بكون أحسن؟ عم توتر لي أعصابي. خلاص طلع شو هيدا ولو؟ شو هيدا؟ هبلة وخرفانة وطرشة؟ شو يعني شو يعني بدي جوز ابن خيي لوحدة موتورة؟ كلك ذوق. ثانك يو. هيدي هي. اتس راب. يلا فكوا الديكور. هي دخلك جد بدي اسالك البنت اللي جوا شو وضعها؟ اي بنت؟ البي اي من السبعين سي في اللي قدموا لعنا. اوكي. دخلك كانه هي اللي شفتها بالمحل اللي اخذتني عليه تبع الكرافات؟ الكرافات؟ يمكن ما بتذكر بس سي فيتها كثير منيحه. اشتغلت بمحلين قبل وعملت مصاري شوي وهلا عايزه مصاري، وانت بتحبهم هول بياسسوا حالهم. اي صح. مشان هيك قلت انه مش حتعترض وجبتها. في مشكله يعني؟ لا لا ابدا ما في مشكله، منيحه البنت. انت بتعرف شيء عن عائلتها يعني؟ عائلتها ايه من العائله المالكه شو بعرفني انا؟ بعرف بيا وامها يعني؟ بعرف انها انرجيتك وبتحب تشتغل. اوكي بس عم بسال. انت شو عندك؟ استاذ جاد شو بدك يعني اعمل؟ انت ميك اب ارتست. يعطيك العافيه. ثانك يو. ميرسي. خلصنا. طيب طيب انا رح ارجع. سعيد؟ نعم استاذ. بتعرف شو عملت ميا اليوم؟ لا والله. ليكون قصدك على ايوه خليني انا خبرك. وقعت العارضه. يمكن ما عجب الاوتفيت يلي لبسته. سعيد انت صرت تعرفني شوي، معقول انا اعمل هيك شيء؟ حتى انا ما كنت بينتي لي هالشيء ميا. استاذ عماد ما قلت فكر فيي بهيدي الطريقه. الله يسامحك استاذ عماد. النسوان بعض الاحيان لو ما بيعرفوا بعضهم ممكن يغاروا من بعضهم. غار؟ من شو بدي غار؟ اصلا انا ما بغار من حدا. يعني معقول انت تفكر فيي هيك؟ ولو سعيد انت اقتنعت؟ مثل ما بتقول رح نعتبر اقتنعنا. اوكي. تفضل. والله يا عمي بعد في حدا بالشركه بدق الباب قبل ما يفوت. استاذ عماد بقدر فل؟ ايه اكيد فيك تفلي. اصلا لما فليتي بقوليك دغري. لا كان عندي كم شغله بدي اخلصها وقلت بستاذن قبل ما اظهر. خلص ميا ما تبرري بليز. الله يكون معك. اوكي ميرسي. سوري. ميرسي كثير. باي. احلى شيء بالحياه. صحتين حبيبتي. يعني اليوم حس كأني ركضت بماراثون. يلا إن شاء الله يتجوز عماد على السريع ويريحنا. ساعتها لنام بالفيلا الجديدة كل حياتي. دخلك شو قولك رح تنجح الخطة؟ بصراحة أنا مش متأمل كتير لأنه لميس أقوى وأجرأ. يعني كان لازم نراهن على حصان ربحان. قلت لك 100 مرة ما بقى تجيب اسمع لسانك. ايه يلا خليها تتجوز وتزتنا كلنا برا ما هيك؟ يعني انت خليل انت دايما بتوترني دايما. ما معقول. انت سألتيني وحكيت. لو ما سألتيني ما كنت حكيت. انا سألتك اذا رح تنجح الخطة، ما سألتك اذا بتفضي للعنزة. قصدك لميس؟ شو عبالك تعمل لك شي دق طاوله؟ هلا اذا اخذت دروس جديده بنعرفك. ايه تفضل علمنا. جيب هالطاوله.
بعده كل شيء مثل ما هو بالاتليه ما تغير. ايه لانه صاحب الاتليه بعده ما تغير مثل ما هو. صحيح. تفضل صف. حاضر. ما قلت لي شو اللي جابك اليوم؟ الحقيقة في موضوع حابب احكيك فيه. إذا عن عماد بلاها أحسن. ليش شو عندي هم غير عماد؟ ما هو لو بيتزوج بيرتاح وبيريحني. وشو خاص زواج عماد بأنك ترتاح؟ هودي ولادنا وبيتعبونا، بس كمان ما فينا نتدخل بحياتهم. خلي كل واحد منهم يعيش حياته الخاصة. ما في ما اتدخل بحياته، لازم يتعلم كيف يسمع كلمة الأكبر منه. أنت بعدك لليوم ما فهمت ليش عماد بطل يحكيك؟ بعدك عنيد ما تغيرت. كلنا منعرف ليش عماد ما بيحكيني، وكلنا منعرف إنه أنا ما رح أتغير. إيه؟ وليش بدك منه إنه هو يتغير؟ ما هو مشان هيك طالب منك إنك تتدخل حتى يتغير. عم بتحور وتدور وترجع لنفس النقطة. إذا لإلي أنا مش قادر تقنعني، كيف بدك منه إنه هو يقتنع؟ ما فينا عليه. الولد طالع لجده، بيشبه جده. أنت قلتها، بيشبه جده. جده ببعض الأوقات مين كان يقدر يقنعه؟ أنت. بعدين بالوقت اللي أنا ما كنت عم شوفه ولا عم بشوفني، كان عم يجي لعندك كل يوم. فأنا قاصدك هلا، قاصدك لأنك بتمون عليه أكيد. عماد صار مثل ابني، أنا ما بحب أحكي بهالموضوع. فعن جد وقف تدخلاتك بحياته، بترجاك. شو بدك يعني أعمل مثلك؟ يعني أتفرج من بعيد على اللي بحبهم شو عم يعملوا؟ مش ضروري إذا أنا بحبه يعيش على ذوقي. فإذا بتريد ما تتدخل بحياة الآخرين، خليهم يعيشوا مثل ما بدهم ويتعلموا. لعاب. ايه لا شو تتعب حالك وتعمل سبور؟ لكي بتضل تلهت. صار لي زمان ما عملت سبور. واضح. الموضة الجديدة اللي متبعينها بالبريتا بورتيلا الموسم الجديد عم خليني افكر كثير. ليه؟ خايفين توطي من قيمة ماركتنا. والبراند تبعنا ان كومبيتيشن مع كل الماركت. من شو خيفان؟ على فكرة شو صار معك؟ بشو؟ ما تعمل حالك مش عارف بشو. ركع المصمم الشهير عماد متري أمام أرجل مساعدته مية لطلب يدها. أف؟ لطلب يدها فرد مرة؟ هذا رح يكون الهيدلاين تبع الصحف. تا
طيب انكسر الصندوق تحت اجره، شو بدك يعني اعمل؟ قربت تشوف اذا بها شيء؟ لا حبيبي، بتشوف اذا بها شيء بس مش هيك. هلا صار في طريقه معتمده لواحد يشوف تاني اذا بو شيء؟ بموعك ايه. هلا ما تقول لي مع هالبنت ما عم تتصرف غير. اكيد ما عم بتصرف غير، عم بتصرف مع ميا مثل ما كنت اتصرف مع غير اسيستنتس. بس ولا مره شفتك راكع قدام ريتا. لانه ريتا ولا مره روحت اجره. تفضل لو حش تحكي. بعدك موجوعة؟ كيف روحتيها؟ فركشت. ليش هو هيدا الشغل اللي عم يشغلوك اياه لتفركشت؟ شغلوني اتفركش وقع الموديل. والله انا محلك كنت اتفركشت وجيت على الزلمه اللي مفروض انغرم فيه. ما خبرتك مرور امي وتحقيقاتها. خير؟ حذار من طلع الزلمه اللي بدي اتجوزه. مين؟ عماد متري. لا عماد. عماد متري؟ مين عماد متري؟ عماد متري ديزاينر. هيدي عرفتها، بس انه ليه عملتي منها قصه؟ ييه ما خبرتك. تتذكر الزبون الدوين بشغل القديم؟ جاد يعني. اجا مره هو شريكه عماد متري وبالصدفه تفركشت وقعت بين ايديه. بروفيسيونيل. بعجبك. ليك شادي بطلت تخبرني اخبار عنك. شو بدي اخبرك بشرفي؟ من الفرشه على الورشه. وهيدا البيت بشرفك حيش تنقي على الطالع والنازل. انا مبسوط عم كون حد امك وخيك. اصلا مين إلهم غيرنا انا وياك؟ شو عم تقري؟ الاجنحه المتكسره. منك متكسره وخالصه. من امتى بتقري لجبران انت؟ ما عم بقرا لجبران، بس عم جرب اكتشف شو بيقرا عماد متري. مين عماد متري؟ اسم الله حولك، شو النشاط كله؟ كل عمرك تفيقي قبل بخمس دقايق وتروحي مأخرة نص ساعة على الدوام، شو عدا ما بدا اليوم؟ أمي، أنت دايما بدك تلاقي شيء تنتقدي. فيكي تسكتي؟ مش معقول، من امبارح صارلك نازلة فيي بهدلة وأسئلة، عملي لي قتلة بشرفك. إيه بعمل لك، إن شاء الله فكرك كبرت كثير على القتلة يعني. يا أمي، هيدا الشغل بيطلب مني إني أكون دايما قبل الدوام، هيك بده البيك بوس. مين مراوبس قبل الضو؟ هيدا البيك بوس. ايه ما تردي. كيف يعني ما تردي؟ ما تردي، تروي اجازه. امي ما عم بفهم عليكي، بدك اياهم يشحطوني من الشغل وبكره بتنقي بقى معنا مصاري ما معنا مصاري؟ ليكي اطلعي فيي منيح، مكتوب عاجبيني شي هون هبيله؟ عم تطلعي كمان؟ مشي قدامي على الترويقه وما تردي، وكوني بنت امينه وردي تشوف. صحتك. طلعتوني من ثيابي كلكم، رفت منكم كلكم، من سهى ومن خليل ومن عماد ومن هيدي البنت الغبية، هيدي اللي كانت بعد ناقصتني، البنت الغبية، رفت رفت. مدام نورما بتحبي سيادتك بشي؟ اعطيني التليفون اسرع اسرع يلا هزيها. لو بون ديو حاططني بين شقفة مجاديب. على وقت التليفون ايه؟ الو مدام نورما بتحبي تخرسي شوي. سوري مش إلك حياتي، مش إلك. مش إلك. كيفك حياتي؟ صافا عم حضر حالي رايح اعمل سولاريوم. هلا ضروري تبليكي بيجي بس على شرط تعزميني على سولاريوم. اوكي يا سي يو يا Mademoiselle Mia.
شكله حب أكلاتك. مع أنه بعد ما ذاق شيء. واليوم خضرة. منيح. تعرف أستاذ سعيد؟ لو في 10 مثل أستاذ عماد بالبلد كانت تغير للأحسن. تعال. مش هالقد. بونجور أستاذ عماد. صباح الخير. كيفك؟ كيفك ميا؟ صباح. شو هيدا؟ عصير خضرة مثل ما طلبت. أستاذ عماد شو بك؟ حطيت لك كثير بهار؟ ملح؟ طيبين طيب طيبين. أصلاً ما بعرف ليش عامل بحالك هيك، إنه حدا بيقوم يتروق على الصبح خيار وبندورة وزيتون وخس و إنه طيب ما عليه إذا تروقت أشياء طيبة ولو هيلثي يعني بأي شيء هيك بيعطيك شوية صحة زيادة، فيك تنصح لك كم كيلو أستاذ عماد؟ إيه ابتسم. أمي أمون بتخبرني إنه الواحد تعرفيه على حقيقته لما يوعى الصبح ولما يضحك ويبتسم. رح أمرك بالسيارة. ميا بليز بعتي بكل موديل واحد لعمتي نورما. موضوع كتير مهم. حاضر. يعطيك العافية. ميرسي. دقيتي لي مش الحال؟ لا 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 ابدا ما بعتقد بيمشي الحال. اذا بوافق على هيك شيء بيفوت عماد بالحيط. لميس ليه سكرتي؟ ولا شيء ابدا، خلصت تليفوني قلت لي لازم اقوله. لمين؟ لمين؟ للي كان معي على الخط. ايه ومين؟ شو دخلك؟ للحشريه يعني ما فهمت. مع صاحبي. صدقت. ليه ممنوع نكون مصاحبة مثلا؟ أنا بفضل تكوني سينجل. ليه بقى؟ لميس عندي كتير حكي لك لو بتخليني. هلا بتصور ما كتير في وقت، إذا في شيء خصو بالشغل بسمعك. دخيلك شو بوزيتيف. لا ما هو بهالشركة ما في غير حبيبة قلب الكل، ميا هي البوزيتيف. لو بتكوني مثلها بكون أحسن. بدي هاي زاد. هاي ميا. عن جد قد انت مرة ذكية يا حياتي. على فكرة نحن كمان أذكياء ومنعجبك، إنه ما فيك تسحبي من حكي بنت أمي هيك بسهولة. كنت مبسوطة أكثر لما كنت عم تتغزل فيي أنا بس. يلبق لك، بس عن جد كأنك تاركة عيونك بالشركة عندك شي ألف جاسوس. عن أي جواسيس عم تحكي آيزك؟ وعن أي شركة؟ الله يسامحك آيزك. لا قولو. شو صار؟ تفضى بس ما عم بعرف ليه. anyway هديك يوم بالشركة التقيت بالعنزة سألت عنك. لميس شو صارني؟ انه ما كان فيك الا ما تقول اسمها. انا بقول لك العنزة انت بتقلي لميس. شو صار لك؟ شو عم بيصير لك؟ شفت شو صار؟ هلا جبرتني انا كمان اقول اسمها. الله يوفقك يا اسحية. ايه ايه. anyway كنت عم بقول لك انه التقيت فيها بالشركه وكانت عم تحكي عليك، عم بتقول انه انت كثير مش بروفيشنال وما بتعرف تعمل شغلك، واصلا الشغل اللي عم تعمله مش عاجبها، وتخانقت انا وياها من تحت راسك وكنت رح اقبرها. بس ما عم بفهم انا ليه عم تحكي عليك هيك. بتخار؟ طول عمرها بتخار مني. بونجور ميا. هاي.
عماد طلب انك تعملي تشيك اب على الموظفين، تشوفي بركي حدا عايزه شيء. مش مزبوط، لانه هلا كنت عنده بالمكتب وما قال لي شيء. بس انا هلا بعني ظاهره من عنده وطلب مني اخبرك. اوكي، بس ليش انا بدي اعمل هيك شيء؟ ولو مين معقول ينقي حدا غيرك بوزيتيف بهالشركه ليكون مع الموظفين؟ طيب خليني اوصله المجلات وبرجع. لا 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 لا، ولا يهمك، انا باخذهم منك، بس ما تتاخر هلا بيزعل. ها طيب لميس، ميرسي. لا، وشفتي كيف ركض ليساعد ميا مثل الامير على حصانه الابيض؟ كله هيدا لانه واعد فكشت اجره، منيح ما كان صار شيء اهم من هيك. شو كان عميل؟ وانتبهت لها لميس. العنزة العنزة، شفتي شو صار فيها بس شفتون؟ يا جني 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 جني، كانت رح تفقع من الغيرة. شفتها شفتها، أنا اللي شفتها، اختفى لونها وبطل يطلع الدم على راسها البلاستيك. آيزك منيح اللي جيت. anyway من هلا وبالرايح بدي اياك تركز عليها كثير منيح، وبدي منك تقارير على مدار الساعة، لأنه هيدي هبلة ما بترد علي على التليفون. بتأمري. هلا خبرني شو وضعها بالشركة حبوها؟ هلا هي بالشغل فاشلة، بس عندها بوزيتيفيتي ما بتفهم. ميا من أول ما فتت على الشركة وأنت بتعرفي كتير منيح إنه أنا بوقت فراغي بقرأ مجلات. ليش مكتبي فاضي؟ استاذ أنا هيدا اسمه إهمال وقلة مسؤولية. بس أنا أعطيت المجلات للميس. هيدي مش شغلة لميس ميا، هي الأسيستان تبعي ولا أنت ميا؟ بتعرفي قديش ضيعت وقت أنا هلأ؟ كان فيني بدل ما أكون عم علمك أتعرف غير شرك شو عم تعمل هي. فهمتي علي هلأ ميا؟ فهمتي؟ ما بعرف شو مخبصة، شكله كتير معصب. دخيلك ميا. انت كمان بدك تلحقها وتتركني؟ بعد ما اجت يا مدام، يعني بدي اضطر اربح جميلتها. اسالها هالمره عن جد، الله بليني بجيران. شو بتعملي يعني؟ الو هاي، كيفك؟ سافا؟ ايه بعرف بعرف، ما تدوش كانت واصله لعنا كل الليل امبارح. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. ليكي حبيبتي، ليكي سؤال، انت عندك كهرباء؟ ايه بعرف بعرف انه هو التوقيت 10 2 10 2 2 6 6 10 ما هيك، بس اليوم مخربت كثير، يعني عم تجي مثلا 10 تروح 10 وربع ترجع تجي 10 وثلث، عرفتي؟ ايه فاحترق الموتور. شفتي؟ ليكي عم فكر ابعت سوسو لعندك، بركي بتمد شريط كهرباء من عندكم لعنا. ايه حبيبتي، لا سوسو كثير شاطره بهالقصص. ايه ايه اختي دكتوره، ليكي لان جايين الناس بدي اعبي النفايخه عشيه. ايه مشان موتور الماي تيفوا. طيب حبيبتي، لا لا حجزت 5 انترنت. ليش عنا ماي؟ اوكي اوكي، يلا بعتت لك سوسو، شي ساعه بتكون عندك. ايه قومي افتحي الباب. ايه شي ساعه بتكون عندك حبيبتي. اوكي يلا، باي باي باي. اسالك انت شو جيت تعملي هون؟ ليش جيتي لهون؟ ليه منك بالشركه؟ ليه منك مع عماد؟ ليه تركتي؟ ليه بلا مخ انت؟ ليه هالقد هبلة؟ هول بعت لك اياهم استاذ عماد، هول تيب نيو كولكشن. اه اوكي، وليه ما عم ترد علي من الصبح؟ الصبح؟ كان عماد حديك؟ ايه ايه كان عماد حدي، مشان هيك ما رديت. تي؟
هي عم تبكي؟ سهى عملي لها انفوزيون دو كامومي بسرعة. سهى عملي لها صهين. مدام نورما ما هي مسلحان ما هي مات وحياتك تابع عادي. معقول؟ ما بحياته حدا بيبكي هيك. خلصت المعاملات وحضرت ورق الدخول ودفعت دفعة على حساب كمان. بسلم ايديك يا شادي. ما بعرف شو كنت بدي اعمل لولاك يا ابني. امون انا شو خصني؟ كتر خيرها ميا، هي اللي عملت كل شيء. كتر خيرك انت كمان يا ابني، على طول واقف حدنا. ما طل فنان لميا. يلا هلا بنحكيها. ما طلعوا لمازن بعد؟ لا يقبرني بعده بالفحوصات. عملية منا هين. خليهم ياخذوا وقت ويتحضروا كمان. مثل ما الله بيريد. شو بك أمون خيفان؟ طول بالي. ماشي الحال. ميا أنا فارق عندي شغل برا. عماد هون فاضي شيء؟ ايه هون. فينا نحكي شوي؟ ميا صدقيني بيكون مش بقصده، هو بينفعل على اشياء غريبة. حقه بس إذا معه حق. أنت مانك عارفة إنك صرتي أسطورة بالشركة؟ ما معك خبر؟ الكل عم بيحكي فيكي بالمنيح أو بالعاطل؟ أخذتي لهم وقتهم بالتفكير فيكي؟ ما تزعلي، شدي حالك، ما في شيء ما فيك تعمليه. أنت ذكية، ضحكي، فرجينا هالضحكة، فرجينا درس العقل. هيك ميا. شو يا شريك؟ مش رايح على الأوبنينج؟ لا بعت أرانجمون بركتلون. بعتيلون يا ما هيك؟ ايه بعتن، ما تعتلهم. شريك لقي لك حجة في حال سألوك لما جيت. ما تعتلهم. ميا تعالي لعندي على المرتب بليز. اوكي. عن شو كنتوا عم تحكوا انت وجاد؟ كنا ماشي فهم استاذ عماد. بالعكس انا ماني حدا حشري، ما بتدخل باشي ما بتعنيني، بس فكرت في شيء خاصه بالشغل. anyway بدي منك تعملي لي كتالوج عن كل الاوت كوتور تبعنا اللي صممناهم بالخمس سنين اللي مرقوا. بدي اعرف كم فستان عملنا، كم فستان بعنا، وشو اكثر فستان كان مطلوب منا. بتفوتي على داتا بيز تبعنا ميا، بتحطي كل سنه بسنه بيطلع لك الارقام، تطبعي لي اياهم على ورقه تروى لانه ما بدي اياهم يضلوا سوفت كوبي. اوكي، نسخه مطبوعه على تروى، وبكره الصبح بيكونوا عندي هون على المكتب. بكره الصبح؟ ايه. ليه عندك شيء ثاني تعملي؟ ما فهمت. لا ما عندي شيء، الاولويه للشغل. ولا تمام، لكن بكره الصبح بدي اياهم على المكتب. ثانكس. اوكي بالاذن. الو، رضا على التليفون؟ الو، ميا. كيفك حبيبي؟ ماشي الحال. اليوم عم بيقولوا لي الفحوصات بالمستشفى، ناطر بكره بناطره. ايه بعرف، شادي حكينا واتساب وخبرني كل شيء. ان شاء الله خير. ان شاء الله ميا. خيي، بشرفك بدي اياك تساعدني. مدير الشركة عطاني شغل كثير لحتى اعمله، وانا مش عم لحق على شيء. ما بعرف شو بدك تقول لأمك. كرمالي. شو رأيك تيجي على البيت وتعملي؟ ما بفهم، مش أحسن؟ فايلات اللي عايزتهم على سيرفر الشركة. بدك أكذب على أمك؟ بشرفك لقي لي أنت حجة اليوم. ميا، أنت عن جد ما عم تكسب علينا؟
يعني عن جد عم بتروحي تشتغلي مش عم تعملي شيء تاني؟ انت كمان؟ عن جد خيي عندي 100 شغله فوق راسي، طالب مني اعمل 100 شغله وانا ما عم لحق ولا عم بفهم شيء من شيء. امك اصلا منا هون هلا، راحت على البيت ترتاح، في شهدي عندي. الا خلت تقول انه نايمه عندك هون بالمستشفى. ليكي شادي عم بيقول تقولي انك نايمه عندي بالمستشفى، شو رايك؟ ايه فكره، بس بدي اقول لها انت وخبرها، هيك بنكون زمطنا لليوم. اوكي ماشي. شو قال؟ ابد. ادق لامك قلها. ايه مظبوط. عن جد؟ عن جد مسيو سامي عم تحكي جد هلا؟ بس يا مسيو سامي هلكتني، هلكتني إلي 4 أشهر ناطرتك. مسيو سامي أنا قاعدة بخربي، قاعدة بخربي مثل الفقرة. تخيل تخيل عندي بس 4 كراسي بامبو ومشيتهم، ما فيني خبرك لهنا، ما فيني خبرك، مش معروف إذا فوشيا ولا بودروز. بعدين أطلع أشوف البالانسوار، البالانسوار الموف اللي حاطط لي إياه، نسيت تحط لي سقف. كيف يعني بدك تقتلني؟ ما إذا قعدت عليها إذا شدت بموت، بعمل حرارة وبروح فيها، وإذا طلعت الشمس كمان بتضربني. يعني ليك مسيو سامي عن جد أنا ما بقدر أتحمل. يا مسيو سامي عندي كريستين للبروزاج، ما عندي بيسين. ما بقى تقلي ما رح يصير إلا على خاطري. بخاطرك مدام. هاي ابتسام، كيفك؟ سافا؟ أنا ميا. شو بدك؟ ماما بليز بدي تساعديني. ليكي ما بقى تجيبي هالاسم، كيف بتعيطي لي هيدا الشيء؟ اوكي بس ميا شو عامله؟ لا مش عامله شيء، بس ممكن كثير اعمل. استاذ عماد طلب مني اعمل كتالوج حمص بطحيني على اتروى وما بخلص للصبح، وعن جد مش فاهمه شيء من شيء. طيب خلص ما تعتلي هم، انا بحل الحل عندي. اوكي انت انطري خبر مني، ما تنهزي وما تخبصي. كل شيء بدي اعمله انا، كل شيء. الو. هاي جاد. هاي. وينو الهانسوم دود؟ شو عم تعمل؟ هلا جيت من شركة وعم بركض شوي، وعندي افتتاح رايح عليه. والله؟ ايه رف بأرضك ورجع. على الشركة؟ ليه شو في؟ هيدا عماد صديقك عطاها مهمة لميا، وما عم تعرف تعملها، وعندها لبكرة لتسلمها، فبدك تروح تساعدها جاد. مدام نورما الوقت مش مناسب. جاد حبيبي يا أجمل شاب البلد، إنه أنا كنت حكيتك لو إلي غيرك. بعدين ما تنسى أنت أكتر واحد عندك أشياء تخسرها إذا مية خبصت، صح؟ إيه صح، بس كرمالك لو ما أنت طلبت مني كنت مش عاملها، بس هلأ كرمالك. مرسي جاد، you're an angel. باي حبيبي. باي. ايه اوكي مرسي كتير مدام نورما، باي. طولت. برافو عماد، برافو. هالمرة عامل شغل كتير حلو، ورح اقول لك من هلا هالموديل رح يضل موضة من هلأ لأكثر من 10 سنين، غير إنه أكثر من 50 شركة رح تقله. مهمنا بالأول نحن ننزله معلم نمر، وبعدين يصطفلوا شو بدهم يعملوا. برافو عماد. أنا كتير فخور فيك، وجدك كمان رح يكون فخور فيك بس لو شاف. خلص القصة إلا ودق القلب.
دقت قام الموجوع صارت الكذبيح ولون الفرح غصا حبيبي بدي معك كمل انا المشوار ومن ميل تاني حابس بقلبي انا سري ما عاد في معك كمل لعب بالنار ولا عاد في اخسرك بخسر انا عمري بدي معك كمل انا المشوار بخسر أنا.